الذهب في حالة في الذهب غريبة، يعني ما تفهمش ايه سوق الذهب، ايه اللي بيحصل فيه، لانه اللي بيحصل برضو عايز اقول لحضراتكم مش طبيعي، والاسباب والاجتهادات كل واحد يقول حاجة. انت بتتكلم في انه ال بقاله كام يوم ارتفاعات غير طبيعية، وارقام بنسمعها عن سعر الجنيه الذهب او عن العيار 21 برضو غير طبيعي. الفكره بقى في ايه؟ الفكره في انه الشعبه او السياق في مصر طلبوا باعاده الاعفاء الجمركي للذهب زي ما كان حصل قبل كده. استاذ هاني ميلاد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عزه واستاذ المشاهدين. ايه اللي بيحصل في سوق الذهب؟ هو في ايه؟ الحقيقة احنا رصدنا ارتفاعات في الفترة الماضية، ارتفاعات متزايدة وطلب متزايد على الذهب. الناس بتشتري ذهب دلوقتي كتير، وده نتيجة ارتفاعات عالمية احنا رصدناها الوقت اللي فات، ودي كان ليها عوامل كتير مؤثرة فيها، مع تزايد احتمالات الارتفاعات في الذهب في الفترة القادمة من العام. ليه؟ وده يعني ليه الفترة اللي جاية ليه هيزيد؟ نعم؟ ليه حضرتك بتقول الفترة اللي جاية هيزيد؟ بقول لك ليه هيزيد؟ التوقعات بتشير لذلك نتيجة لبعض القرارات الاقتصادية والجيوسياسية أيضا، من تغيرات ممكن في الفايدة على الدولار من الفيدرالي اللي ممكن يجتمع آخر الشهر. الفيدرالي احتمال يخفض، بيخفض الفايدة على الدولار، وده بيساعد ان ده يعلي سعر الذهب، تخرج من الدولار وتشتري ذهب بداله. وبالتالي يبقى في الو خط قطع. طيب معلش نحاول ان نتواصل تاني لو في وقت مع الاستاذ هاني ميلاد، لكن في حاله غير طبيعيه خاصه بالذهب.